أكثر اللي حققوا النجاحات عرفوا إن الفشل أمر لابد منه. لا تستسلم مهما صار، وسعى لتحقيق حلمك، واجعل من قصص الآخرين قصص ملهمة لك. حبنا للقهوة خلاني أطور من فكرة أني أفتح مشروع أشارك فيه المجتمع شرب القهوة هذا. لما أطلع من البيت أحب أني أجتمع مع أحد على قهوة. أنا عبد الرحمن أحمد الضويلة، شريك مؤسس في محمصة ومقهى نول. أنا فارس أحمد، شريك مؤسس المحمصة ومقهى نول. أنا وأنا صغير تعودنا وعلمنا الوالد الحرفة اليدوية، على أن تشتغل بيدك. تقريبا كل شيء في البيت كنا نسويه في اليد، سباكة، نجارة، كلها كانت حرفة يدوية احنا نسويها. فاستفدت من خبرة الوالد هذه أني أنا أقدر أسوي أشياء وأبدأ أمارس أشياء كثيرة. بعد الثانوي تخصصت تقنية معلومات Information System جامعة الإمام. بعد ما تخرجت من الجامعة توظفت في تخصصي نفسه، حاولت أفتح مشروعي الخاص في نفس التخصص، لكن كنت أشوف أنه متعب جدا أني أتوظف وظيفة وأتخصص في مشروع كله نفس المجال. بعدها جتنا أو جاني طلب في مقهى جديد بيفتح كاستشارات أو ناخذ عليه أو نظرة. رحنا نشوف المقهى وكان يحتاجون أحد يشغل المقهى هذا. اشتغلت معهم فترة بسيطة، بعدها طلعت المقهى ثاني. بعد المقهى الثاني جت الفكرة أني ليش ما أفتح أنا مشروعي الخاص وأبدأ فيه وأنزل للسوق وأشوف السوق كيف صاير. جلست مع صديقي فارس اللي هو حاليا شريكي، فجت بالنا فكرة ليش ما نفتح مقهى أو محمصة. من بعدها جت في بالنا فكرة مشروع كانت عبارة عن مقهى فقط، وتطور الوضع إلى أن ليش ما نفتح محمصة ونقهى بنفس الوقت. عبد الرحمن وأنا أصدقاء في نفس مجال القهوة، كان بيننا علاقة بسيطة بس كان فيها ثقة. يعني غالبا البزنس بنيناه على الثقة، بحيث أني يعني أول ما تكلمنا في الموضوع اللي كيف ممكن نبدأ؟ إيش الإمكانيات اللي عندنا؟ أوكي عندنا معرفة بالقهوة نوعا ما، عندنا معلومات كبيرة عنها، بس كيف ممكن نحول الشيء هذا للبزنس؟ فتكلمنا على تقسيمة الشغل، إيش ممكن هو يفيد البزنس وإيش ممكن أنا أفيد البزنس، وبما فيها طبعا الأمور المالية أو المادية. فتكلمنا أنه أوكي أنا بستلم الأمور المادية، أنا بواجه الأشياء الحكومية كلها بما فيها بلدية، تجارة، دواء، غذاء، وهو بيكون عليه تصميم المقهى، بيكون عليه اختيار المكاين بجزء كبير منها بحيث انه يسوي ابحاثها وايش المفيد والاسعار حقتها، وبعدين يتم الاختيار. بيكون عليه برضو الخشب، انا ما افهم شيء في الخشب. عبد الرحمن قال انا افهم بالخشب، قلت اوكي انت فاهم بالخشب لك الخشب، موضوع الطاولات، البار او الكاونتر عنده. التفت علي قال طيب انت تعرف تحمص؟ قلت ايه اعرف احمص. قال اوكي ما قد جربت يعني اني احمص مثلا بمكان او شيء تجاري، كنت مجربه كتدريب فقط. فمن هنا بنينا يعني ثقة كانت من الطرفين. سوينا دراسة جدوى وحددنا الميزانية اللي نحتاجها في المشروع نفسه، صرنا نبحث عن مكان يناسب فكرتنا، طريقة تقديمنا للقهوة نفسها. يوم حصلنا المكان جت بالنا أو جت في بالنا فكرة ثانية كيف نقدر ننشئ هذا المكان. هنا بدت فكرة كيف أقدر أستغل إمكانياتي اللي تعلمتها من والد في المشروع نفسه. كان يعتبر تحدي بالنسبة لي أني أبدأ المشروع بشغل يدي، فبديت أني أنا سويت الطاولات كاملة، منطقة تحضير القهوة كاملة. بدينا نطلب حبة حبة الأشياء اللي نحتاجها، المكان اللي نحتاجها. طلبنا الحماصة ما قد شفناها قدام عيوننا، ما شفنا أدائها، ما شفنا أي شيء، فكان في مخاطرة كبيرة في هاللحظات. جلسنا 3 شهور إلين وصلت وإحنا على أعصابنا، مو فاهمين الشيء اللي إحنا جايبينه كويس مرة ولا شوية، إيش الصعوبات اللي بنواجهها فيه، ما كان عندنا أي خلفية في الموضوع. أتذكر أول مرة حمصت يمكن في المكان، حمصت وحطيتها في الأكياس وطلعت خايف،
وقتها أرسل لي إنه الله القهوة حلوة وكذا، كان شعور غريب وقتها إنه ما شاء الله من أول مرة ضبطت الأمور، فكانت يعني هذه دفعة جتنا. بعد ما بدينا ندرس الموضوع المادي للمشروع اكتشفنا إنه عندنا خيارين، هل نبدأ بمقهى فقط أو نبدأ بمقهى ومحمصة. المحمصة بتكون فيها خط إنتاج زي ما نقول ثاني، إنه ممكن نورد المقاهي، ممكن إحنا نستخدم البن هذا ونحطه على الرف بحيث إن الناس تشتري 250 جرام. أنا أتكلم كفارس، كان شغفي بالتحميص أكبر، أبغى أدخل هالمجال، أبغى أتعمق فيه. بدينا وقتها خلاص حددنا نطاق العمل حقنا بيكون محمصة ومقهى. بدينا نحدد رؤوس الأقلام مادياً بحيث المكان، لو إنه محمصة لازم يكون أكبر شوي من المقهى بحيث إنه لازم يكون في مكان مخصص للحماصة. فوقتها حطينا المبالغ، كل أحد يعني واجه صعوبة في الشيء هذا، ما كانت أمورنا المادية بسيطة أو إنه ما كانت أمورنا المادية سهلة إنه نطلع المبلغ هذا. من الصعوبات اللي واجهناها في مرحلة التأسيس كانت أول صدمة لنا بعد 3 شهور من اختيار المكان. بسم الله بدينا نشتغل في المكان، أمور المقاولات كانت عن طريق أحد الأصدقاء، بدينا معاه 3 شهور سلمناه دفعة مقدمة، وكانت الدفعة الثانية سلمناها برضو مقدمة قبل لا ينتهي العمل. فكان وقتها أول صدمة، واحد يعني ما يكمل شغله معك، ما في بيننا لا عقد ولا ورقة ولا أي شيء، كنا ضعيفين في الأمور هذه. فوقتها يعني كانت صدمة. من الصعوبات كانت قبل التأسيس أنه مع الموردين، كان موردين المواد الخام مثل البن الأخضر أو موردين المكاين، يعني كان اختيارنا المكاين نحط 3 أو 4 خيارات ومن بعدها نقيم كل واحدة من ناحية مواصفات فنية ومن بعدها نحط الأسعار، وعلى هالأساس نبدأ نختار ونشوف أنه المكان اللي مختارين منه الماكينة هذه هل بيكون يدعمنا بعد ما نخلص، الصيانة حقتهم كويسة، قوة علاقتنا معه، هل ممكن نبني معاه شيء بعدين السنة الجاية واللي بعدها. فكنا نشوف الموضوع الوضع الحالي وبكرة إيش حيصير. ميزانيتنا كانت ضيقة وكنا حريصين إن ما نفتحها أكثر، فكان أول الحلول اللي عندنا إنه أي شيء نبغى نسويه، موضوع تصميم مقاولات تجهيز، كان إحنا نسوي بيدنا، هذا أول شيء. ثاني شيء نشوف أحد سعودي أو أحد ما هو شركة كبيرة، لا ناس ستارت اب، ناس على زي وضعنا في البدايات، ندعمهم ويدعمونا بالشيء هذا. وثالث شيء إذا ما لقينا نروح للشركات الكبيرة. قبل لا نفتح المكان فكان عندنا تجارب باقي عشان نحط البرودكت حقنا أو المنتج حقنا اللي هو القهوة على الرف ونقدمها كمشروب للناس اللي تجينا في المقهى. فكان وقتها بدينا بالتجارب، تجاربنا كانت نجيب بن أخضر نبدأ نحمص البن هذا ونشوف بعدها تجربتنا معه، إنه كيف، هل نتوقع الناس تتقبل، كيف البن هذا إنه حلو حامض مر متوسط. فقاعدين نشوف الأشياء هذه. وقتها واجهتنا صعوبات إنه أول مرة نتعامل مع شركات بن أخضر، فكنا نواجه مشاكل ما ندري عنها، مثلا الكميات ما ندري كم نطلب، ما ندري كم بنبيع، ما كان في أي معلومات عندنا عن بخصوص الشيء هذا. فأتذكر وقتها طلبني يمكن 4 خياش يعني تقريبا 300 كيلو خلصوا يمكن بأسبوعين، فاضطرينا بعدها نطلب مرة ثانية. ففي الوقت هذا بدينا صار عندنا شوية صدمات، جربنا مع ناس ما كانوا يساعدوننا كثير، بعدها جربنا مع ناس بنينا معاهم ثقة إلى اليوم إحنا معاهم ونفتخر فيهم في كل مكان ودائما. بعد ما فتحنا المحل أول يوم ما حطينا في بالنا إنه نحتاج موظفين، فكان أول يوم عبد الرحمن فارس أخو عبد الرحمن الصغير عبد الكريم ثالث متوسط يمكن. فكانت البداية إحنا اللي واقفين، ما نقدر ناخذ أوف، ما نقدر نتحرك، الصباح دوامات، أنا كنت طالب في الجامعة، عبد الرحمن موظف. فبعد ما نخلص 3 العصر نجي هنا ونكمل إلى 11 في الليل، فكان الوقت عندنا قليل أساساً اللي نفتح فيه، كنا نفتح من 5 العصر إلى 10 الليل، ساعة قبل وساعة بعد كانت من نظافة وترتيب. بعدها بدينا حبة حبة نوسع من الساعات أو نزود ساعات العمل
بدينا 6 ساعات في البداية أو 5 ساعات، بعدين وصلنا 12 ساعة، اليوم إحنا الحمد لله واصلين 18 ساعة، خلاص وصلنا السعة النهائية بالنسبة للساعات. من بعدها تمينا 1 سنة و3 شهور يمكن، طاقم العمل كامل سعودي، طلاب، موظفين، وإحنا، فكان الموضوع بيننا يعني. في بداية المشروع كان الإقبال على مقهى غالباً يكون من الأصدقاء الموجودين، وكان يعتبر دعم بالنسبة لنا. قدرنا فيه أن نتطور ونقدر نوصل للسوق بشكل أكبر وأسرع، وكان في نقطة مهمة، الحرص على جودة التقديم والحرص على النتيجة النهائية اللي تكون مرضية للزبون. كنا نسمع النقد اللي يجي من الزبائن، الزبون اللي يبي يطورك، الزبون اللي كان يحتاج أنك تطور من الشغلة الموجودة. كنا نسمع الآراء كاملة وننفذ منها الأشياء اللي نقدر احنا نسويها الفترة الحالية، ونسجل الآراء الجاية للمستقبل. من ضمن الإنجازات الحمد لله أنه أصبحنا نورد لشركائنا المقاهي في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، تقريبا وصلنا 70 أو 80 مقهى حاليا، ولسه إن شاء الله في خطة زيادة. دول الخليج نحاول ندخل بشكل أكبر، في الكويت، في الإمارات، نحاول نوضح اسم أو نعطيهم قهوة نول هناك. عدد الأكواب مقارنة بالبدايات إلى اليوم الحمد لله يعني قاعد يزيد بشكل مستمر ومتواصل، وبأشياء يعني ننصدم نهاية الشهر أو نهاية الربع لما نشوفها، يعني الحمد لله أنه دائما في صعود، وهذا شيء يعني يطمن بخير. الزبائن في المقهى بدينا نتعود على الناس أكثر، نعرف أغلب الزبائن يمكن بالاسم، حريصين نسلم عليهم بالاسم، حريصين نشوف حياتهم، بعضهم مثلا كاتب، بعضهم رجل أعمال، بعضهم في جهة حكومية في منصب كويس، بعضهم طلاب نتأكد أن اختباراتهم ماشية تمام. فإحنا حريصين على قوة العلاقة بيننا، في نفس الوقت أنه هذا المكان اللي قاعد يجمعنا كل يوم والقهوة اللطيفة اللي قاعد نشربها أنها مستمرة. النجاح بالنسبة لي كانت خطتي وكان هدفي أني أوصل الكوب قهوة يناسب الذوق الموجود أو ذوق المجتمع. أشوف الحمد لله بنسبة كبيرة الإقبال بدأ يزداد، في قبول كبير، كانت قهوتنا مناسبة للذوق العام بشكل كبير أو المجتمع القهوة الموجود، وإن شاء الله في خطط كثيرة للقادم تكون أفضل وتطوير أجمل إن شاء الله. النجاح يعني لي هي نقطة بعد نقطة، ما يوقف عند حد معين. أول شهر كان نجاح أننا عدينا الشهر هذا 2 لحالنا، أول سنة أنه استمرينا وفي صعود، الحين إحنا في السنة الثانية نتمنى أنه يكون في نجاحات أكبر، إنجازات أكبر، وبعد ما نخلصها إن شاء الله في أشياء بعدها. كل مرة نحط لنا نقطة صعب نوصلها وجالسين الحمد لله نحققها، فالنجاح نشوفه خطوة بعد خطوة، نقطة بعد نقطة، قاعدين نتحرك، ما راح نوقف، ما نقدر نوصل لنقطة ونقول خلاص إحنا هنا كفينا، لا لا، بنكمل وبنستعد أكثر، بنتعلم من الأشياء اللي راحت. ما أخفيك 2 أو 1.5 سنين تعلمنا أشياء كثير مرة، يمكن 2 كانت زي ما تقولي دروس مكثفة بأشياء كثير. بدينا مشروع غسيل في المنزل، عندنا أكثر من 70 مورد محلي وعالمي. الضربة البسيطة تضيف إليك وربما ترى الثمرة وتلمسها بعد سنين في حين لم تكن تتوقعها. النجاح بالنسبة لي أنك تكون صادق مع الناس والناس يشعرون بمصداقيتك تجاههم. أنا البراء العوهلي، شريك مؤسس لمشروع غسيل. أنا سارة الحميدان، الشريك التنفيذي لغسيل. كل طفل هادئ وبنفس الوقت أحمل قدر كبير من المسؤولية. ليه؟ لأن أخوي اللي أصغر مني جاء بعدي بسنة. كانت تبهرني في طفولتي فكرة جمعية المقصف. كنا في مدارسنا ذاك الوقت بداية السنة تجي كل واحد يدفع 10 ريال أو 20 ريال أي كان المبلغ، وبعدين نهاية الفصل يرجعونها لك، 10 مثلا ترجع لك 50. كانت الفكرة ذي بحد ذاتها مبهرة بالنسبة لي، كيف المال يولد المال.
ففهمت كانت هذه بداية تعرفي على فكر الاستثمار، يعني لا أنا اللي ولدت لعائلة لها مجال كبير في التجارة والاستثمار، ولكن تعرفت عليها من خلال الحياة البسيطة جدا اللي هي فكرة المقصف. لما تخرجت من الثانوي اخترت أني أروح إلى أرامكو، نظام أرامكو الابتعاث الجامعي، اخترت مجال الحاسب لأني حسيت أن الحاسب فيه أرقام بشكل كبير ورياضيات وفيه تحليل وفيه منطق، وأنا كنت أشعر أنه هذه نقطة قوة عندي. بعدها بطبيعة الحال بشكل تلقائي عملت في أرامكو، وحصلت صدفة غيرت مسار حياتي إلى المجال اللي بديت أعمل فيه من أكثر من 7 سنوات. مسكت برنامج أرامكو للموهوبين، بديت أنفتح على عالم مختلف غير تخصصي اللي هو عالم البرامج الشبابية وبرامج التطوير اللي كانت سبب في تحول مساري المهني. ومن هنا كانت نقطة انتقالي وتحويل مساري المهني إلى العمل في البرامج الشبابية، وبالتحديد في إثراء مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي اللي هو مبادرة معروفة في المنطقة الشرقية من أرامكو السعودية. تدرجت، بديت كمدير مشروع، مسكت أحد المشاريع شيئا فشيئا على مدى السنوات. على مدى 5 سنوات قضيتها هناك، تدرجت من مدير مشروع إلى مدير برامج إلى مدير وحدة التعلم إلى أن أصبحت مدير البرامج في قسم إثراء، وكانت تنضوي تحتي كافة البرامج التابعة لإثراء. منذ طفولتي كنت شخص مثل ما يقولون في الإنجليزي risk averse، ولكن مع التعلم ومع القراءة ومع الاطلاع بديت أشعر أنه سيرة الناجحين في كافة أنحاء العالم من الأشياء اللي تجمعهم أنهم يخوضون مغامرات، يخوضون مخاطر، يخفقون ويجربون، يتعلمون من أخطائهم. مرة من المرات كنت في أمريكا وجلست مع نفسي جلسة تأمل طويلة، قلت وش الشيء اللي لازم أعدله في شخصيتي؟ قلت أنه هذا هو الجانب، أني لازم أخوض مخاطر وأكسر حاجز الخوف عن نفسي. فقلت خلني أكسر عن نفسي حاجز الخوف، وش أكبر مغامرة ممكن أسويها؟ ولحظتها قلت سكاي دايفنج اللي هو القفز الفضائي. جربت هذه المغامرة وكانت نقطة تحول بالنسبة لي. Congratulations. كانت هذه التجربة كسرت عندي حواجز خوف كثيرة، ومن بعدها صرت أخوض الكثير والكثير من المغامرات في الحياة. ف 2014 و 2015 كانت فترة تعلم ذاتي مكثف في مجال الاستثمار، في مجال المشاريع، في مجال الستارت أبس، في مجال ريادة الأعمال. في 2016 كانت نقطة الانطلاق الأقوى، وقتها أسست مع مجموعة من الأصدقاء مقهى 7 جرام القهوة المختصة، وأسست مع زوجتي سارة مشروع رصيد، وهذه الحمد لله كلها تطورت ونجحت. اتخذت خطوة جريئة في نهاية عام 2016 اللي هي استقالتي من هذه الشركة العظيمة. طبعا في البداية زواجي من زوجتي العزيزة سارة كانت تجمعنا عدد من الاهتمامات المشتركة في مجالات القراءة، في مجالات التطوع، المشاريع الشبابية. ومنذ البداية، من بداية زواجنا، كنا نقول نبي نسوي مشروع مع بعض، نبي نسوي مشروع مع بعض، مشروع بزنس أو مشروع تجاري. كان عندنا هذا الاهتمام المشترك، ولاحظوا إنه كل شخص فينا عنده نقاط قوة تكمل الشخص الآخر. إلى أن أتت الفرصة المناسبة لما كنا في أمريكا، كنا في سان فرانسيسكو، أنا كنت أعمل هناك وسارة كانت تدرس. كان وقتها نبغى نهدي أشخاص مختلفين من أسرتنا ومن أصدقائنا وكذا، لكن وقتها يعني لما كنا في أمريكا بذاك الوقت ما كان في هذا السيرفيس، هذه الخدمة موجودة في إنه تطلب من أحد طريقة مرة بروفيشنال يوصل هدية للشخص اللي تبغاه. قلنا لازم لما نرجع نسويها، هي فرصة ولازم نعملها. لما رجعنا فعلا بدينا التخطيط وبدينا الفكرة. يمكن بالبداية كنا معقدين الموضوع، كنا نبغى شيء كبير وشيء ضخم، وبعدين تفقش الموضوع، وقفنا قررنا نبدأ بطريقة اللين ستارت اب. فهذه كانت بدايتنا، بدينا مشروع رصيد بشكل صغير، وكانت البداية في المجلس في المنزل. حولنا المكان إلى ورشة صغيرة، ما طولنا فيها لأنه صار في لخبطة بالأولويات بين يعني البيت، مكان الراحة حقك ولا مكان العمل. فقررنا أنه نطلع برا، فطلع لغرفة السطح اللي هي في العمارة اللي كنا ساكنين فيها، نفس يعني العمارة. فكانت تحتوي ورشة رصيد الأولى الحقيقية يعني. ومن هناك بدأنا في حكاية أنه يجونا بنات الأسرة والأصدقاء بالثانوي المتوسط يجون يعملون عندنا بالساعة يعني وقت الاحتياج. كانت البدايات طبعا بسيطة، لكن العميل ما يدري وشو خلف الكواليس،
وهذا كان الـ يعني الجميل في الموضوع. وقتها كسبنا يعني خلنا نقول عملاء على نطاق واسع، بالشرقية كنا فقط نوصل، فكان صار عندنا طلب عالي من الرياض. قررنا وقتها أن نفتح للرياض، بس شلون؟ فالبطولة كانت برعاية وراء، لما كنا نعمل على أن ناخذ طلبات الرياض كلها خلال الأسبوع ونجهزها، ويوم الأحد نعبي سيارة وراء وينطلق بالطلبات للرياض، وإذا شيء قريب منه هو يوصله بنفسه. الناس ما كانوا يدرون أن الوراء العهلي هو اللي كان يوصله. يعني هو الجميل أنك أنت لما تبدأ المشروع تبدأ تشتغل على كل شيء بنفس الوقت. صح. المحاسبة إحنا نشتغل عليها، إدارة الموارد البشرية والتوظيف إحنا نشتغل عليها، التصوير، التصوير والتوثيق، حتى الهوية أو صناعة البراندنج حقنا. في البداية سارة جلستها بنفسها، هي ما شاء الله فاهمة التصميم، اشتغلت سابقا تصميم، صممت الهوية هذه، ما كلفتنا شيء، صفر التكلفة حقيقية. بعدين يوم الحمد لله بدينا نبيع وبدينا نتطور وكذا، سوينا تطوير الهوية، حتى ما كلفنا الا مبلغ معقول جدا كان، طورنا فيه هذه الهوية. في المنطقة الشرقية كنا احيانا نتعامل عند دبين، واحيانا انه انا اروح اوصل بنفسي المنتجات عشان اشوف وش ردة فعل العملاء، وش الشيء اللي راح يواجه المندوب لما يوصل، كيف طريقة التواصل مع العميل وكيف نكلمه. فكانت تصير مواقف كثيرة جدا، انك انت والتحدي انك انت يعني تتصالح مع فكرة انك قد تكون لك مسؤولية ومنصب، او خلينا نقول مسؤولية معتبرة لها تقديرها والاحترامها، وبنفس الوقت عادي عندك انك انت تجي تنظف المكتب بنفسك، احيانا تمسح الغبار بنفسك، توصل تشيل الكراتين، توسخ ثيابك، تحوس. احنا يوم جينا نحط البزنس موديل وآلية اختيار المنتجات في رصيد، قلنا عندنا ثلاث معايير أساسية لاختيار المنتجات. أول شيء الجودة، رقم واحد، ما نحط شيء في رصيد إلا نتأكد من جودته عالية، نسوي له اختبارات الجودة الخاصة فينا، سواء كان من المنتجات المحلية أو المنتجات العالمية. الشيء الثاني طريقة العرض، طريقة عرض المنتجات، طريقة تصويرها تكون مختلفة ومميزة. الشيء الثالث الفرادة والتميز. عشان كذا يمكن تلاحظ في محل رسيل أو في موقع رسيل ما نجيب المنتجات التقليدية اللي تلقاها في كل مكان، نحاول نجيب شيء متميز ومختلف ويلامس مشاعر الإنسان. مرت الأيام وبعدها شعرت سارة أنها أمام قرار مفصلي، أنه أما تتفرغ بشكل كامل لرسيل بحكم أنه قاعدين مو قاعد يتوسع، أما أنه خلاص تستمر في الوظيفة. فقررت أنها تستقيل من وظيفتها المرموقة وتتفرغ بشكل كامل رصيد، وهنا كانت بداية توسع كبير. بدأت يتأسس الفريق بشكل يعني خلنا نقول مرة واضح. يعني بالبداية كان عندنا فريق أو أعضاء فريق يشتغلوا معنا بارت تايم كذا، لكن بعد ما تفرغت لا، صار في تيم بنات سعوديات متفرغات بشكل كامل يعملون فول تايم في رسيل، ومن سنتين خلنا نقول بالبداية إلى الحين عددنا 10. أهم العوامل اللي تميز رسيل ودايم نسمع من العملاء أنه لما توصلك هذه تشعر أن فيها روح، فيها مشاعر. قلنا الآن لازم ننتقل لخطوة أكبر وأكبر، وكانت تحدي كبير بالنسبة لنا، لأن في أشخاص قد يعارض هذه الفكرة، اللي هو ننتقل من مكتب فقط إلى شيء عبارة عن 3 في 1، اللي هو محل بحيث الناس تقدر تجي تقدر تشوف المنتجات، بحكم أنها منتجات رسيل مختلفة ما تلاقيها في أي مكان، ودك تلمسها ودك تشوفها بنفسك ودك تتعرف على تفاصيلها قدامك فيس تو فيس قدام عيونك. فقلنا أول شيء نبدأ أبسط شيء المكان. قلنا لازم المكان يصير يوحي بهذا الشيء، يوحي بالتفاصيل اللي احنا نهتم فيها بالعميل، نبغى نهتم برضو بموظفاتنا وبفريقنا. فاللي حصل انه لما جينا نحط هذا المكان الجديد يعني استثمرنا فيه، شفنا انه هو استثمار ان احنا نحط نجمل المكان ونهتم بالتفاصيل ونهتم بالديتيلز، مو بس عشان العملاء، عشان موظفاتنا لما يصحون الصباح ويجون للعمل يجون هم مستمتعين ويشعرون بالشغف انهم يلا بروح اشتغل اليوم، بروح هذا المكان الجميل وبستمتع فيه. في كثير من الناس كانوا يقولوا ترى غلط زوج وزوجة يصيروا شركاء في مشروع تجاري، وان هذا قد يخلق مشاكل في الحياة الزوجية، لكن كنا ننظر لها احنا بشكل مختلف، انه بالعكس هذا ممكن شيء يقربنا من بعض بشكل اكبر، يخلي مساحات الحوار عندنا اكبر واكبر، يخلينا نتعرف على بعض بشكل اكثر، وبحكم القرب في العلاقة الزوجية ممكن هذا يكون دافع اقوى واقوى للبزنس.
والحمد لله. طبعا هذا بلا شك انه يعتبر تحدي، لان كثير من الاحيان العمل ينتقل للبيت من المكتب الى البيت. لما جينا نتوسع وننتقل الى المقر الجديد، طبعا سوينا دراسه وحسبنا كم التكاليف راح يكلفنا فيه هذا المقر الجديد، ولكن لما جينا الى الواقع اكتشفنا التكاليف اكثر. طلع عندنا عجز تقريبا 380 الف ريال. حسينا انه هذه مشكله كبيره جدا، ولكن لان كان عندنا ايمان كبير انه ما دام مشروعك جيد وفكرتك جيده ما راح تواجه عوائق، احنا بحثنا نشوف مين الجهات اللي تقدم دعم او قرض حسن ان صح التعبير من الجهات اللي موجوده عندنا في المملكه. والحمد لله الان الفرص في المملكه كثيره جدا، والجهات اللي تدعم بشكل ممتاز وكبير جدا. وجدنا احدى الجهات ديم المناهل، عندهم احد المبادرات يقدمون فيها قروض حسنه بمقدار 300 الف للمشاريع اللي عندها خطة واضحة وعندها دراسة جدوى ممتازة وعندها potential أو عندها قابلية للتوسع والنجاح. وقدمنا وبحمد الله حزنا على الموافقة وعرضنا بحضور أعضاء مجلس الإدارة وحصلنا على هذا التمويل اللي هو 300 ألف، فأكمل تقريبا عندنا أغلب العجز 80، بعدين دبرناه من بعض المبيعات منه ومنه وأكمل العجز وحمد الله أكتمل هذا المشروع بشكل كامل. من التحديات اللي واجهتنا اللي هي خلنا نقول الجمارك واستيراد المنتجات. الحين احنا في البدايه كنا كل شيء داخلي هنا، لكن بعدين ما وصلنا مرحله لا نبغى نستورد منتجات، نبغى اشياء غريبه جديده، بدانا نبحث عن شركات او مصانع تقدم منتجات ابداعيه ما هي تقليديه. فوقتها دخلنا حكايه الشحن من الخارج، الجمارك، الشيء وقف لازم يدخل المختبرات، طيب تخليص، هذه الأشياء اللي زي أي مشروع صغير بالبداية ممكن تكون صعبة. طبعا الحين وصلنا مرحلة الحمد لله كل شيء سريع سريع سريع، خلاص تعلمنا ودرسنا حفظنا الدرس. الأشياء اللي نفخر بإنجازها إن عندنا أكثر من 70 مورد محلي وعالمي، عندنا خلنا نقول وصلنا أكثر من 30 ألف هدية، فأسعدنا أكثر من 30 ألف شخص، أكيد هو الضعف لأن اللي يهدي واللي يستلم. أهم ما يطمح له رسيل أو اللي نشوفه في مستقبل رسيل أن نكون الخيار الأول والأمثل لأي شخص يبغى يهدي شخص عزيز عليه. رسيل هو الحلم، هو الطموح، هو المشروع اللي جمعنا في حياتنا وصلنا ننظر للمستقبل من خلاله، هو أحد العدسات التي ننظر إلى المستقبل من خلالها، هو امتداد لبيتنا لسعادتنا، ففيه كمية من الحب، المشاعر، العطاء، الحلم، المشاعر الجميلة اللي انعكست في هذا المكان بالنسبة لنا. أصيل هو العائلة اللي حنا اخترناها، الفريق اللي فعلاً كوننا أسرة جميلة وسعيدة وتهتم بالتفاصيل وبالسعادة وبالمشاعر. يعني حنا دائماً نشوف إن حنا ما نبيع منتجات، حنا نبيع شعور. حتى جملتنا اللي دائما نقولها احنا نشاركك الشعور. فالنجاح بالنسبه لي هو انك تكون صادق مع الناس والناس يشعرون بمصداقيتك تجاههم. مفهوم النجاح بالنسبه لي هو ان تتحدى نفسك بشكل مستمر لكي تحقق الافضل. لذلك انا احب عباره ان النجاح هو عباره عن رحله وليس مقصد تصل اليها، ومثل ما يقولون بالانجليزي success is a journey not a destination. أنك تتحدى نفسك بشكل مستمر كي تحقق إنجاز أفضل، وهكذا تستمر بتحدي نفسك، لأن لا يوجد شخص يصل إلى مرحلة ويقول خلاص هنا أنا نجحت سأتوقف عن كل شيء. أخذت هذا القرار وأنا ما عندي أي بديل، راتبي كان تقريباً 1500 ريال. بالنسبة لي الطريقة اللي أنا أعمر فيها الأرض. أنا منارة العميري، مؤسسة والمديرة التنفيذية لضاد. بدأت طفولتي بأي أحد انولد في أواخر الثمانينات، كنت دائما بنت المديرة في المدرسة، ما في ولا أحد يبغى يكون صاحبتي، ما في ولا أحد يبغى يجلس معايا في الفسحة. الوالد والوالدة انفصلوا، أنا سنة سادس طالعة أولى متوسط.
هذا سبب لي شيء مره كبير في حياتي. ما بقول صدمه او حاجه مره سيئه، بس انه اكيد سوى فرق، يعني خلى حياتي ما تكون اشبه بحياه اي بنت طبيعيه او حياه عاديه يعيشها اي طفل وطفله في هذاك الزمن. كبرنا وصح المرحله اللي فاتت كلها، يعني من وانا في المتوسط في صراعات دائما تصير زي بين اي اثنين منفصلين، الوالد والوالده. هل اثرت علي؟ يمكن هي اللي صنعت شخصيتي القويه اليوم. لما رحت الجامعه، جامعه ام القرى في مكه، ما اقبلت في الاقسام اللي انا ابغى ادرس فيها، ما قدرت اكمل. كملت ترم، قالوا لي كملي ترم نحولك، ما قدرت اكمل الترم الثاني. اول قرار اخذه اني انا صحيت الصباح، الوالده تصحيني يلا الجامعه وماني رايحه، وفعليا ما رحت. والى اليوم، الى هذه اللحظه اللي انا اتكلم فيها، بعد هذاك اليوم ما شبرت شبر جامعه ام القرى. اخذت هذا القرار وانا ما عندي اي بديل. فانا اعرف نفسي انه انا I'll always find a way، دائما راح الاقي طريقه اوصل فيها للشيء اللي انا ابغاه. وفعلا جلست شهر في البيت، الانترنت محدود كان ديلم. افتكر قعدت كنت ادور على جامعات تعليم عن بعد، جامعات، لين فجاه ما وصلت لجامعه اسمها الجامعه العربيه المفتوحه. طبعا فكرت انه الجامعه يحتاج فلوس، دورت وظائف، دقيت على مستوصف كان موجود في مكه، عندكم وظيفه؟ ايوه. ايش الوظيفه؟ تعالي انترفيو. فجاه كذا في خلال اسبوع حطوني استقبال. طبعا الاستقبال كان كله كاميرات، اللي عنده الكاميرات كان مدير المستشفى الله يعطيه العافيه الدكتور طارق عاشور. اعتقد يعني اتذكرها يقول انا اشوفك في التلفزيون زي النحله ورا الاستقبال، ايش تسوي؟ قلت ولا شيء، اروح اجيب الملف، احط الملف، ادبس الاوراق. فمن يومي وانا دائما ارتب مخي كذا على بروسس معين. اليوم الثاني قالوا نبغاك تصير مديره مكتب دكتور طارق عاشور. بالنسبه لي كان مره شيء واو انه وكان يعني يمكن هذيك الفتره اتعلمت فيها كيف اتحمل مسؤوليه مره كبيره، مسؤوليه مكتب مدير المستوصف. راتبي كان تقريبا 1500 ريال، حتى لما سجلت رحت كلمت مديري، قلت له ترى انا حسجل في الجامعه كذا كذا كذا، انا راح اضطر اخرج مثلا كل يوم كم دقيقه يمكن بدري او كم يعني ساعه لو مره طولت يعني، واعوض الساعه هذه في الويكند لو تبغاني اجي. الله يعطيها العافيه، كانت الوالده تخرج من مدرستها، مديره مدرسه، تخرج من المدرسه على طول علي انا في الدوام، تاخذني من الدوام وعلى جده، وادخل انا المحاضره وهي تستناني برا. الدراسه كلها كانت بالانجليزي، كنت امسك الكتب واذاكر برغم انه كان جدا صعب بالنسبه لي اني انا اذاكر، جدا صعب اني انا اقعد اقرا، مره صعب. ما كان في محتوى حتى اونلاين، كنت اذاكر وادخل في المنتدى واشرح للناس. كيف بدا مشروع ضاد؟ انا انسانه اتطورت في شخصيتي او في مهاراتي اشياء مره كثير، بس عن طريق السماع. اتعلمت اللغه الانجليزيه فقط بالسماع، ما عمري في حياتي رحت دوره واحده او احد اداني درس واحد انجليزي. بدات اتعلم الانجليزي من المتوسط في مرحلتي انا، كانوا الناس كنا احنا كطالبات او طلاب عندنا منهج انجليزي، يعني قبل ما في منهج انجليزي، أغاني، مسلسلات، أفلام. فلاحظت أنه هذه المهارة عندي أو مهاراتي قاعدة تتطور عن طريق هذه الطريقة أني أسمع. بالنسبة لي القراءة مرة صعبة، حتى في المذاكرة في الجامعة أو حتى أيام المدرسة أنا عندي عسر قراءة، ما أقدر أركز. حتى الكتابة كثير ناس يلاحظوا أنه أنا لما أكتب في الجوال أخطائي الإملائية مرة كثير. بدأت أقرأ أو أسمع كتب طبعاً كلها باللغة الإنجليزية. لما وصلت لمرحلة جامعية وأنا أسمع كتب بطريقة هائلة، بدأت ألاحظ لغتي العربية بدأت تتلاشى، بدأت أواجه صعوبة في التعبير عن رأيي، تعبير عن مشاعري. لما ندخل في نقاشات مع الوالدة مع جدتي، ما حد يتكلم إنجليزي في العيلة ولا حد. فلما بدأت أستوعب أنه قد إيش صعب أني أكون جملة مفيدة،
مصطلحاتي العربية ركيكة جداً. ليش؟ لأني ما أقرأ، لأني ما أفتح كتاب. درست بالإنجليزي في الجامعة، كل اللي حولي يتكلموا إنجليزي، وأنا في الجامعة كان في كورس اسمه Winter Enrichment Program، بحيث أن الطلاب يأخذوا أعتقد 40 ساعة في أي شيء غير تخصصهم يعني. لقيت كورس يقفل جزء مرة كبير من الأربعين ساعة هذه، وكان مع جامعة بيركلي، جامعة مرة معروفة في أمريكا، من أكبر الجامعات، وتعطي كورس أو منهج في ريادة الأعمال. فقلت يلا قفل 40 ساعة. تفاجأت إنه عشان تدخل الكورس لازم فكرة، أسرع فكرة أقدر أطلعها. أنا أحب أسمع كتب، يلا نسوي كتب صوتية في العالم العربي يلا. والكورس كان إنه ما تطلعي من الكورس ألين ما أنت يكون عندك بزنس. وفعلا طلعت من الكورس قلت أوكي، يبدو إنه الموضوع محرز إنه أنا أبدأ أفكر فيه بجدية. بس حياتي تغيرت. بالمختصر المفيد، ضاد بدأت من احتياج ذاتي. فجأة لقيت نفسي بأخذ قرض من بنك التسليف. ليش؟ لأنه عشان تبدأ أي مشروع تحتاج مادة، تحتاج فلوس. وفي نفس الوقت عائلتي أساساً ما هي عائلة تجارية، عائلة عادية، كل النساء في سلك التعليم، كلها مدرسات ومديرات، كل الرجال موظفين حكوميين، فما في أي أحد في عنده العقلية التجارية. تعرف عن إيش قرض؟ الناس تأخذ قرض لبيت، الناس تأخذ قرض شيء مرة كبير، ما تأخذ قرض عشان تسوي مشروع في احتمالية أكثر من 50% إنه يفشل، أو أنا أطفش وما أكمل، أو ما يوصل لمكان ما. أخذت القرض. مراحل إني أنا أخذ القرض ما كانت سهلة أساساً. بنك التسليف له اشتراطات معينة، من ضمنها كفيل، من ضمنها لازم تكون متفرغ، وا 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 وا. ما أبداً ما كانت سهلة. سبحان الله أخذت القرض، مشيت في موضوع ضاد إلى ما جات 2000 تقريباً، آخر 2016 2017 أطلقنا ضاد بشكل رسمي للسوق. ضاد بشكل عام عنده رؤية وأهداف وقيم. واحدة من الأشياء اللي يمكن استفزتني أنا إنه فعلاً استمر في ضاد، هو لما أجي أشوف التقارير حق الجهات مرة رسمية مرة كبيرة عالمية، وأشوف ليش العالم العربي، مستوى العالم العربي من القراءة مستوى جداً متدني، فهذا شيء مرة استفزني. أهداف ضاد اليوم إنها تنتج محتوى بكمية وذائقة وستاندرد جدا عالي يليق بالعالم العربي عشان نحل مشكلة الإنتاج. مسألة الوصول إنه المحتوى هذا لا يحتكر في مكان واحد، ما أحتكر هذا المحتوى يكون فقط لضاد، نوزع المحتوى هذا في كل مكان. لذلك اليوم ضاد تلقاه على تطبيق، تلقاه على آيتيونز، تلقاه على قطارات، على طائرات، حتى منافسيننا احنا نوزع لهم كتب، نعطيهم كتب حطوها عندك. ضاد هو مكان اي احد مهما كان ذوقه مختلف يدخل يلقى الشيء اللي يبغاه، يلقى نوع المحتوى اللي يبغاه. طريقه عملنا في ضاد في بروسس مره طويل، نختار دور النشر او المؤلف نفسه، نختار المؤلف، نشوف ايش نوع الكتاب، ايش الصوت اللي ينفع له علشان يتم تسجيله، يعني مو اي احد يقدر يسجل اي كتاب. لو حنتكلم على التحديات اللي تواجهني كرائدة أعمال، ما رح أزود فيها مرة كثير، لأنه التحديات اللي أواجهها اليوم أنا كمنار أو كسيدة، تحدي يمكن يصعب أي أحد يفهمه إلا لو كان في المجال وكان مرأة، للضغوطات الاجتماعية اللي أنا كمرأة أواجهها. الضغوطات الاجتماعية هذه قد تكون من الأهل، قد تكون من الأصدقاء، قد تكون أونلاين من الإنترنت، الناس اللي ما يعرفوني. يعني واحدة من الأشياء اللي هي يستقلك لأنك مرأة، يستقلك إنه أنت ما تعرف أو ما تسوي أو حتحمل وتنسى البزنس. مرأة بقوة اليوم ممكن ما يأثر فيها الكلام هذا، إنه حتحمل وتنسى، حتتزوج وتنسى، يا شيخ ما بكرة كل شيء يروح. الكلام هذا ممكن
ممكن يضعف أي أحد، يضعف كيانه أو يخليه يتخلى، يعني يسمعه باستمرار يتخلى عن رسالته ويتخلى عن مسؤولياته في هذا الشيء، يقول وش ربي حادني، أقعد وظيفة وانتهينا. ما هو غلط، بس يحتاج شخصية مرة قوية. فعلياً أجلس على المخدة أقول ما أقدر، أنا ما يجيني النوم لأني قاعدة أفكر كيف راح أدفع الرواتب الشهر الجاي، من فين راح أجيب فلوس، إيش راح أسوي بكرة، بياخذوا إجازة، متى أقدر أخذ إجازة، متى أقدر أعيش مع زوجي في البيت، متى أقدر أعيش الحياة الطبيعية حقت أي بنت وحياتها العائلية الطبيعية. فهذا يمكن أصعب شيء أنا واجهه اليوم. أنا اليوم حاطة هدف وأعتبره مسألة مرة شخصية بالنسبة لي، أنا أبغى أصدر الثقافة والأدب العربي والأديب العربي للخارج. كم مؤلف عندنا؟ كم أديب عندنا؟ كم واحد منهم قاعد يكتب محتوى يستحق أنه العالم يشوفه؟ إحنا اليوم لسه أمس أو قبل أمس فتحنا أبواب السياحة عشان الناس يشوفوا بلدنا قد إيش حلوة. أبغى الناس تعرف إحنا ناس قد إيش طيبين، إحنا قد إيش ناس أذكياء، إحنا قد إيش ناس متفتحين وعارفين العالم كله إيش فيه. نبغى الناس تتفتح وتشوف إحنا مين. مهمتي اليوم أنا في ضاد إني أصدر الثقافة والأدب السعودي العربي للخارج. يمكن هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يخليني فخورة بنفسي لو حققته في وقت مرة قصير. فإن شاء الله نقدر نسوي هذا الشيء في وقت قريب بإذن الله.